هذا المركز الإقليمي للصحة الحيوانية التابع للتجمع الاقتصادي لدول إفريقيا المركزية، أحد مؤسسات الاتحاد الإفريقي، بني منذ 3 سنوات، إلا أنه لم يفتتح ويشغل نسبة لبعض الترتيبات الفنية والإدارية. وعليه فقد جاءت بعثة من الاتحاد الإفريقي برئاسة الدكتور نيك وانغامبا مدير الموارد الحيوانية للاتحاد الإفريقي لدراسة الجوانب الفنية والإدارية المطلوبة لتشغيل هذا المركز، حيث تحدث في البداية ممثل التجمع الاقتصادي لدول إفريقيا المركزية الدكتور باشيرو موسى ديمسا، حيث أشاد بالدور الفاعل لتشاد في التجمع. أما الدكتور نيك وانغامبا مدير الموارد الحيوانية للاتحاد الإفريقي هو الآخر ثمن التوصيات التي خرجت بها الورشة. من جهته وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني الدكتور عبد الرحيم عوض الطيب قال إن الحكومة التشادية مستعدة لتشغيل هذا المركز عبر توفير كل الإمكانيات اللازمة حتى يستطيع المركز القيام بالدور الفعال لمحاربة أمراض الثروة الحيوانية المنتشرة في دول الساحل.